السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذا الفيديو ديال اليوم اللي غادي نتكلم فيه على الوثائق اللي كيتكون منها الملف ديال الفيزا السياحية بالنسبة للناس او الموظفين بالقطاع العام. مجموعة ديال اصدقاء قناة فيزا شينغن تواصلوا معي عبر الواتساب وكيسولوني، ومن طبيعة الحال جاوبت مجموعة ديال الأصدقاء، ولكن ما قدرش أنني نجاوب الجميع. عليها قررت أنني غندير هذا الفيديو هذا وغادي نبارطاجي معكم شنو هو الوثائق اللي كيتكون منها هذا الملف هذا، مع العلم أنني سبق لي تكلمت في فيديو سابق في القناة ديالي فيزا شينغن على الوثائق الخاصين بالقطاع العام والقطاع الخاص، المتقاعدين، فيزا علاج، روجيستر كوميرس، مقاول ذاتي. ولكن اليوم غادي نضطر انني نعاود فيديو اخر اللي غادي نتكلم فيه حول الوثائق اللي كيتكون منها الملف ديال فيزا شينغن بالنسبه للموظفين بالقطاع العام. اذا كنتي موظف بالقطاع العام هذا الفيديو كيهمك، ما ترددش انك تكمل الفيديو حتى الاخر باش تاخذ بفكرة على اشنو هو الملف ديالك اللي يمكن لك انت تصايبو بوحدك بلا ما تلجأ لاي وكالة ولا اي شخص اخر اللي يقدر يجمع لك هاد الوريقات هادو ويطلب منك واحد المبلغ مالي كبير. اولا القنصلية الايطالية من بعد ما وقفات المواعيد المدة ديال جوج ديال الاسابيع، الان باشرات بدات كتعطي الفيزا المجموعة ديال الناس. هذا خبر زوين بالنسبة للقنصلية الإيطالية. القنصلية الإسبانية المواعيد وصلين لشهر 10. المهم غادي نباشر معكم الوثائق اللي كيتكون منها الملف ديال الموظفين بالقطاع العام. أول وثيقة وهي الاستمارة، ضروري خاصك تعمر الاستمارة ديال طلب التأشيرة. يمكن لك تدخل ليها في الموقع، دير غير بيليس كونتاكت إسبان ولا بيليس كونتاكت ماروك، وغادي تلقى فيها جميع الوثائق كاينين في الموقع ديال بيليس كونتاكت. الاستمارة الاخوان غادي نزيد نذكركم، مجموعة ديال الناس تواصلوا معايا دفعوا الفيزا وما وقعوش في الاستمارة وجاهم الرفض. كنقول لكم الاستمارات ديال جميع انواع الفيزا ضروري توقعوهم. كنتكلموا على جواز السفر، جواز ديال السفر يكون ساري المفعول. ساري المفعول يعني ضروري غتكون فيه واحد 90 يوم على الاقل وفيه صفحات فارغه فين يمكن يطبعوا لك الفيزا. الاستماره الاخوان ما ديروش فيها الخطا، لان مجموعه ديال الناس كيقولوا لي راني السيد اللي عمر الاستماره ما قال ليش سني فيها، كتب لي نمره الباسبور غلطه، كتب لي تاريخ انتهاء صلاحيه الباسبور غلطه، كتب لي السميه غلطه، تاريخ الازدياد غلط. اي غلط في الاستمارة يؤدي إلى رفض الفيزا بصفة نهائية. نسخة من الصفحات الأولى ديال الباسبور، كنشدو الباسبور ديالنا وكنديرو له فوتوكوبي لثلاثة الصفحات الأولى ديالنا، وإلا كانوا عندنا ديجا خدينا فيزات سابقة كنديرو ليهم تا هما فوتوكوبي وكندفعوهم كذلك في الملف ديالنا. كنجمعو واحد جوج ديال الصور ونسخة من البطاقة الوطنية ديال التعريف ديالنا لاكارت ناسيونال، بالاضافه الى تامين ديال السفر. هذا التامين ديال السفر اللي كيكون كيغطي المده ديال السفر ديالنا، واللي كيكون كيغطي كذلك واحد المبلغ ديال 30000 ديال الاورو. كما قلت لكم دائما سابقا يمكن لك ديرو في اي وكاله ديال لاسيرونس في المغرب، ولا يمكن لك ديرو في البنكه كذلك. غير هي البنكه خاصك ترجع وتقول لهم يوقفوه، لان غيبقاو يقطعوا لك كل عام. كتقوم بواحد ريزيرفاسيون ديال الفندق، او الا كانت عندك واحد الدعوه او شهاده ضيافه او كارت دانفيتاسيون يمكن لك ديرها في الملف، يا اما حجز فندقي مؤكد او شهاده ديال الضيافه، بالاضافه الى حجز تذاكر ديال السفر ذهابا وايابا. مجموعة ديال الناس كيقولوا لي راه ما طلبتش لهم القنصلية التذاكر ديال السفر. انا متفق معكم، علاش؟ لان بالموقع ديال بريس كونتاكت هنايا كنجيو كنلقاو ان اللائحة ولا لا ليست اللي فيها الوثائق اللي كنقدموا للفيزا راه عندنا ديال كازا
وعندنا ديال الرباط، وعندنا ديال تطوان، وعندنا ديال طنجة، وعندنا ديال أكادير، وعندنا ديال الناظور. ومني كنجيو كنلقاو تاني لوتوريزاسيون، رخصة ديال الوالدين تاهي كاينة كذلك، بريزون شارج تاهي كاينة كذلك، جميع الوثائق اللي كنحتاجو راه يكون كاينة في الموقع ديال بيريس. وكاين كذلك حتى المصاريف ديال الفيزا، شحال كنخلصو على الدراري الصغار، وشكون هما الدراري اللي ما كنخلصوش عليهم اقل من 6 سنين، وشحال كنخلصو في القنصلية. كنلقاو اختلاف بين قنصلية وقنصلية، وغادي تلاحظوها لان كاينين مجموعه مثلا القنصليه ديال طنجه ما كيطلبوش فيها عقد الزواج. القنصليه ديال طنجه اذا دخلتي مثلا وشفتي الوثائق المطلوبه ما كاينش عقد الزواج. ولا مشينا مثلا الوثائق اللي كتطلب القنصليه ديال الدار البيضاء كتقول لك ضروري من نسخه ديال عقد الزواج باللغه العربيه او واحد مترجم بالفرنسيه او الاسبانيه. عليها انا هنايا غادي نعطيكم المجمل ديال الوثائق اللي يمكن لكم تجمعوهم وتدفعوهم للقنصليه، وهي غتاخذ منكم داكشي اللي غادي تبغي القنصليه، ولا رجعت لكم شي حاجه فهي ما كتحتاجهاش، اللي هي ادرى بكل شيء اللي كيتعلق بها. تكلمت لكم على الوثائق اللي مشروكه، غادي نزيدو شهاده العمل اتيستاسيون دو طرافاي اي سالير، هذه الوثيقه الاولى، كارت بروفيسيونال او ليطا دونغاجمون، وثلاثه الكشوفات بنكيه ديال 3 شهور الاخيره بالاضافه الى حساب بنكي، شهاده بنكيه اصليه، ونسخه من بطاقه الصندوق الوطني لمنظمه الاحتياط الاجتماعي كنوبس. هذو هما الوثائق اللي كيتكون منها الملف ديال واحد الموظف بالقطاع العام، يعني بالقطاع ديال الدوله. كنتمنى ان هذا الفيديو تكونوا شاهدتوه حتى الاخر باش ما يبقاش عندكم الغموض في الوثائق اللي كتحتاجوا. بالنسبه للسيد اللي غادي يكون مزوج كذلك وباغي ياخذ معاه الزوجه ديالو، فيمكن له ياخذها عادي، لان هذا السؤال جاني مرات عديده، واش يمكن لي نضمن الزوجه ديالي. انا دائما كنقول لكم الا كنتي انت بوحدك اللي خدام يمكن لك تضمن الزوجه ديالك، ويمكن لك تضمن كذلك الابناء ديالك. نصيحه بالنسبه للناس اللي كيحاولوا انهم يطلبوا الفيزا لاول مره، الا كنتي اول مره باغي تطلب الفيزا، فالنصيحه ديالي ما تطلبهاش انت والعائله ديالك كامله، لان يعني مجموعه ديال الاصدقاء تيقول لي باغي ندير فيزا انا والزوجه ديالي وثلاثه ديال الدراري، ولا اربعه ديال الدراري، ولا خمسه ديال الدراري. انت اول مره يعني غادي تطلب فيزا من العائله اللي كتكون من سبعه ديال الافراد ولا سته ديال الافراد، اول فكره كتجي للقنصليه ولا ديك الكوميسيون ولا ديك اللجنه اللي غادي تدرس الملف ديالك، يقولوا هادو باغيين يديروا هجره جماعيه، وانت ما كتعرفوا لان السياحه ما كيديروهاش سته ديال الناس مجموعين. فالنصيحه اللي نقدر نقول لكم هذه وجهه نظر ديالي، وانتم كتحملوا المسؤوليه ديال القرارات ديالكم، يعني الا باغي تدفع انت ومراتك وولادك كاملين دفع. كنتي اول مره غادي تدفع يمكن لك تطلب سبعه ديال الايام في الفيزا ديالك، تريزيرفي واحد سبعه ديال الايام، يكون عندك واحد المبلغ مالي في الحساب البنكي محترم، يعني كافي يغطي لك المصاريف ديال السفر ديالك، ديال السفر ديال الذهاب والايام ديال الفندق وديال المصروف ديالك باسبانيا مثلا، اللي كتقول لك خاصك تصرف 100 ديال الاورو في كل يوم، حساب بنكي محترم، دفع اول مره تقدر تدفع انت والمراه ديالك، والمره الثانيه تقدر تدفع انت والمراه ديالك واولادك. هنايا الصالير حتى هو كيحكم، الصالير كيحكم شويه، الا كان عندك الصالير ديالك طالع كيكون مزيان، كانت عندك الاقدميه كتكون مزيانه، لان الصالير كيلعب دور في الفيزا والاقدميه كتلعب دور في الفيزا. علاش كتلعب دور في الفيزا الاقدميه؟ لان القنصليه شنو كتقول؟ ان هذا السيد قديم عنده 10 سنين ولا 12 عام ولا 14 عام هنايا في المغرب، متزوج، عنده مثلا المنزل ديالو، عنده السياره ديالو، هادو هما الحويجات اللي كيقلب عليهم الانسان في اوروبا. يعني هذا الشخص ما محتاجش انه غادي يمشي يهاجر اوروبا ويبقى فيها، يعني ما محتاجش انه غادي يحرق الفيزا.
يعني عنده جميع الاحتياجات اليومية ديال اللي كتضمن له الحياة الكريمة هنايا في المغرب، هذا يمكن لنا نعطيه الفيزا. الفيزا كتعطيها لك القنصلية ملي كتثبت ليها الضمانات باللي انت راك فريمو محتاج غير فيزا سياحة، غادي تمشي دوز السياحة ديالك وغادي ترجع. الا بينتي ليها هذا الشيء كامل فكون متاكد 100% ان القنصليه غادي تعطيك الفيزا. اما اذا كان عندك واحد الصالير اللي ناقص، حساب بنكي كاين اللي كيدفع بزيرو درهم، كاين اللي كيدفع بحساب بنكي قليل، حساب بنكي قليل وكيدفع، هما 6 ديال الناس. 6 ديال الناس باش نكونوا واضحين واحد شويه، الا سافرتي مثلا غير من طنجه لبني ملال ولا من طنجه لكازا، 5 ديال الناس خاصك طاكسي 100 درهم الواحد، يعني 500 درهم الواحد ولا 600 درهم الي وروتور 1000 درهم تقريبا. هنا ابليكي هاي الا بغيتي تسافر لاسبانيا خاصك 5 ديال البيي ديال الطياره الي وروتور، يعني 10 ديال لي بيي، جوج ديال الغرف مثلا في الاوتيل. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم. اي واحد باغي يدفع الفيزا هو خدام في القطاع العام والقطاع الخاص، ضروري تكون عنده شويه ديال الاقدميه ويكون عنده واحد الحساب بنكي فيه واحد المبلغ مالي محترم، عادي يمكن له ويختار المدينه اللي باغي يمشي ليها تكون سياحيه اصلا ويختار الدوله المناسبه. كان معكم عبد الرحيم من قناه فيزا شينغن، كنتمنى ان هذا الفيديو هذا نكون قدمت لكم واحد المعلومات اللي نتوما محتاجين ليها. والتقي معكم فيديو مقبل ان شاء الله اللي غادي نتكلم فيه على الوثائق بالنسبه للناس اللي باغيين يدفعوا الفيزا بالسجل التجاري. الى اللقاء. يصلك كل جديد، اشترك الان على قناتي في اليوتيوب. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب، التعليق، المشاركة مع الأصدقاء.